السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا بعد ما الفيفا باش يكون على ندخلها لكم لا بريساكم الفيفا، يعني لجنه المنازعات ما كان والو، يعني ما كان والو، درسوا ما كان والو. المحامي هنا رسل لهم باش نزيد نقول لكم ثاني، المحامي رسل لهم قال لهم سيبو ما تقارعوش. هما بيرسلوا للطاس، يرسلوا الطاس، قال لهم ما غادي ديروا والو فانيك الطاس، فانيك طاحهم لي ياس الطاس. منظر قال لهم منظر نقول لكم بلي ما كان والو الطاس. راحت لنا حنايا في 10 ثواني التاليه راحت لنا سيبو، احنا راهي راه من الغاشي راهي تزرف الناس وصايب. وين نعاودوا نولوا بعد قبل انطلاق تصفيات الكار نتكلموا دروك على الصح. وما هذه تاع بين عاودوا الماتش وبين الدوقة صامعة ومنا ومنا، هذه تفاهات، هذه ملهاية الرعاين. شمن يقولك ملهاية الرعاين؟ هذه ملهاية الرعاين ما تالي كاع. وين سيدخل المنتخب الوطني الجزائري فترة جديدة بعد إخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم في التي ستقام في الدولة قطر. يعني لازم نكونوا دي سبورتيف، ما نديروش كيما الناس هذول راهم يبهدلوا فينا وراهم يشوهوا في صورة الجزائر في لافريك. يعني راهم يزيدوا هذو الناس، الناس اللي راحوا للفيفا ووقفوا بيجيب لك الاخر. هذا 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 اللي راح للفيفا، هذا اللي راح للفيفا اللي يقول لك عندي ملفات ملفات 200%. انا واحد راح فماك شفته، حيطلع منا من مستغالي، هو شفته فماك ساكن في لاسويس، شفته فماك عيط له قلت له شفتك في اللايف، قال لي واه، قلت له يا دارك مش، قال لي والله ما عنده والو، قال لي والله والو، قال لي احنا وما قالناش باللي عندي، قال لي قلنا له غير ورينا ذاك الكراك ساكودو هذاك الكراك ده غير ورينا شتا فيه، قال والله ما راه، قال والله حيا ما عنده. انا قال لي راني نحلف لكم هذا السيد من مدينه مستغالي نصر الدين، ساكن في يسكن في يسكن في بيبينير، هو بيبينير بيبينير ساكن في لاسويس. قال لي والله ما كان منها، قال لي انا قال لي كرهت حياتي، قال لي نقارع لهم منا، قال لي مي جاو نورمال ضحك منا طاب، قال لي ما كان والو، قال لي ما كان والو، قال لي ما عنده والو، قال لي قعدت معاه. وهذا قاري يا مشي رايح فما قاري خدام، يعني قاري محامي فماك، هذا محامي ماشي هو كان قاضي بلافير، غير محامي برك مسكين، محامي خدام فماك، محامي زوجة تاعو محامية، هو محامي فماك في لاسويس. قال لي قلت له زعما وري لي غير باش هكا زعما كنشوف، قال لي انا ماشي المجال تاعي، قال لي بصح غير بغيت وري لي غير ورقة، قال له لا ما، قال له سكري وكلش راه في المالا، قال لي ربت، قال لي ربت ولادي وقلعت روح حتى هي تربحوا، قال لي عرفت باللي غير ريح في الشبك، قال لي عرفت ريح في الشبك، قال لي ما كان والو. هذا من بيبينير سمون نصر الدين، قال لي عرفت باللي ريح في الشبك، قال لي كي قال لي باللي لو ما نجمشي ورانا جالسين في اللوطوره في المالا، قال لي قلت له هي تبقاو على خير، هي قال لي كانوا عندي زوج ولادي ربتهم في اللوطو قلعت روح لداري، قال لي شريت شويه صوالح فطوري باش نفطر للمغرب، قال لي قلت لهم تبقاو على خير يا صديق، قال لي عرفت باللي ما كان والو، قال لي الضحك منا، قال لي ما على بالهمش كاع. حنا دروك نهضرو على الصح، دروك ندخلو في الصح في المنتخب. انا مناصر تاع منتخب وطني، يهمني منتخب وطني الجزائري. دروك راحت راحت نستعرفو نكونو دي سبورتيف، راحت لنا في 10 ثواني الاخيره، راحت لنا تشكيله غير مكتمله اللي كنا نبدا نقولو يا لونترينر لازم ندير تشكيله مكتمله. ما يتصنتش ما يتصنتش، عوج في راسه، زرق في راسه. نهار اللي دار في الكاميرون تشكيلة مكتملة، دار ناس جابوا له فيكتوار، أنا خرب فيها زربحها، أنا خسرنا، هذه هي من التالي. وين عاودوا نولوا قبل انطلاق تصفيات الكان، وين أربع ملفات مهمة، وسيدخل المنتخب الوطني الجزائري في فترة جديدة بعد إخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في دورة في دولة قطر. وهذو الناس هذو ناس واش راهم يوجدوا؟ راهم يوجدوا لازم لنا الاتحاديه تكون متينه باش لونترينر
يخدم اليز ويا لا يا لونترينر ماشي لونترينر ماشي خدام ما التالي المدرب تاعنا ماشي خدام المدرب تاعنا ضعيف تكتيك مو ضعيف كلش هذه هي وين سيتعرف الخوف على منافسهم يوم 19 ابريل عند اجراء القرعه التصفيات المؤهله لنهايه كاس امم افريقيا 2023 حنايا 24 فريق كاليفي الكاليفي يا بدي حنا فايتين فايتين 24 فريق لما كاليفيناش من 24 فريق نحبسوا البولا كاع وين اربع ملفات مهمه تنتظر حلول يعني حلول في منتخب الوطن مستقبل هذا المدرب اللي نتمنى يعني ما يزيدش نتمنى هذا المدرب اللي عيشنا في دوامه يعني مظلمه هذا المدرب اللي ما دارش ما فشل في مهماته يعني ما عندوش لمسه مدرب اللي نطلبه يحط استقاله تاعو يروح يقرا يروح يزيد يقرا يروح عند بينسا ولا يروح عند يروح يزيد يقرا يزيد يقرا يزيد يطور روحه عند جول كيف ولا يزيد يطور روحه هذا مكان وين هذا المستقبل تاع المدرب هو الذي لم يحسم موقفه بعد وين بشكل رسمي حول استمراره مع المنتخب الجزائري خلال المرحله القادمه ونعطيكم حاجه ثاني شتو كي باش يقول لك باللي راهم يهضروا معاه وراهم والله العظيم نعطيكم لوفيسيال المكلف بالاعلام هو اللي يهدر معاه مرتين هدر معاه مره الاولى رمضان وصعب طورك وكي داير رمضان ومنا منا منا الزوجه مي قال له كي دايره قال له ما تخش تهضر لي تم رمضان نهضروا تم رمضان حنا الناس يتوجد الكوب دافريك والناس تقول لك تم رمضان اقعدوا قارعوا من رمضان حسب مستقبل بعض اللاعبين مزدوجي الجنسيه متالقين في الدوريات الاوروبيه يجب ضخ دماء جديده بلاعبين من المستوى الاول في اوروبا استراتيجيه جديده في حل بقاء بالماضي على راس الخوض بهدف استعاده التوهج الذي غاب عن المنتخب في الاشهر الاخيره ماشي الاشهر الاخيره رانا في رانا كونت زيمبابوي ورواح وحنا داخلين في حيط ونتمنى المدرب هذا يروح انا حاجه اللي نتمنى هذا المدرب يروح المدرب هذا اللي راه يعني راحت له لازم يروح رئيس جديد بعد اعلان شرف الدين عماره على 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 استقالته وين تنتظر الجماهير الجزائريه هويه رئيس جديد للاتحاديه الجزائريه لكره القدم وهذه زعما كنقولوا باللي هذو نقاط غير صغار برك هذو نقاط اللي ينجموا يتحلوا بالخط لو كان يروح هذا المدرب غادي اللاعبين غادي يجوا نعطيكم لو كان يروح هذا المدرب لاعبين مستوى الاول يجوا نعاودوا نخدموا احنا عندنا لاباط ماشي قضيه تاع مدرب كيروش كي راح لمصر خلق ايكيب كاين لاعبين اللي ما كانش يخلقهم شاف فرج خلق ايكيب دار اللمسه تاعو شافنا اللمسه تاعو وين وصلت كاين اللي راه يهضر لك يقول لك طليان وتيليمينات دات كوب دورو وتيليمينات لا خويا انا ما تروحليش لاوروبا كيفاش السنغال علاه دات كوب دافريك وتكاليفات الكوب دي موند انا تجيب لي دي ما تجيبليش طليان طليان الدايه ربعه تاع كوب دي موند والدايه ربعه تاع الدايه ربعه تاع تاع كوب دورو طليان مكاليفيا 19 خطره كوب دي موند ضيعتها زوج خطرات مكاليفيا 19 خطره وقيلا ولا 18 خطره كوب دي موند حنا رايحين رب خطرات وفايتين اول مره 2014 دوزيام تور برك هذا مكان انا هضر لي على السينيغال عندها كوب دافريك الاولى تاعها وكاليفات الكوب دي موند انا هذه هضر لي عليها ما تهضرليش على طليان انا ما تحشيليش بطليان كذبوا على الناس اللي وذنيهم طوال حنا لا ما تكذبوش علينا انا كي تقول لي طليان دات كوب دورو تكون باري روحك انت مع طليان انت السيراليون ما ربحتهاش انت السيراليون ما ربحتهاش انت يا باقي لك 10 ثواني وراحت لنا البارتي ميدينا راحت لنا تكون باري روحك مع طليان كوب باري روحك مع السينيغال مع السينيغال دات كوب دافريك وراحت كوب دي موند تقول ليش طليان طليان ما دخلني فيها انايا هذه نقولها لك مليح على هذيك نعاودوها ونقولوها لكم لازم لنا النظر للمستقبل تاع المنتخب الوطني وما البارتيه ما تعاود ما غادي يعطوها لنا ما والو هذه راهم دايرين لكم ملهايه تاع دراري وصاييك متالي راهم دايرين ملهايه تاع
تاع دراري.